بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما تعلمون الأخوة كلهم كانوا موجودين معنا في افتتاحية جسر الزبير. كنا أنا والسيد المحافظ في احتفالية افتتاح جسر الزبير اللي هو يعتبر أحد المشاريع المهمة في محافظة البصرة الذي يربط هذا الجسر. هو الجسر هذا أنشئ على شط البصرة ليربط بين قضاء الزبير ومركز محافظة البصرة. وطبيعي كان أساسا هو هذا الاتفاق على إنشاء الجسر عندما كنت مديرا عاما لشركة غاز الجنوب وبتنسيق مع السيد المحافظ الشيخ أسعد العيداني الذي تم الاتفاق معه لإنشاء هذا الجسر لما يقدمه من خدمة كبيرة لهذه المحافظة. الحمد لله اليوم الجسر اكتمل وتم افتتاحه أنا والسيد المحافظ بشكل مشترك إن شاء الله، وهذا يعتبر نعتبره هدية بسيطة إلى شعبنا في محافظة البصرة العزيزة وإلى الشعب البصري الكريم لتسهيل عملية النقل بين الزوير والمركز المحافظة وتخفيف الازدحامات المرورية في هذا الموقع إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ، دائما أقول أخونا الأكبر معالي الوزير ابن هذه المدينة المعطاء لاهتمام البالغ حقيقة أول أيام تسنمه للمنصب لوزارة النفط، حرص على نقطتين مهمة قد له اليوم ذكر نقطة وافتتاح الجسر، والنقطة الثانية هي موضوع الاهتمام بأهل البصرة بصورة عامة ومنتسبي وزارة النفط. يعني الكل يعلم أنهم زملاء قبل لا يكونون أبناء بهذه الوزارة اللي منذ أول أيام تخرجه قد تكون من الكلية كنا بعدنا إحنا طلاب صغار وهو تسنم، ما أريد نقول هو كبير كلش يعني منذ هذه الأيام هو يعلم ما هي وزارة النفط وما احتياجاته وما هو طموح بالارتقاء بالخدمة التي تقدم من خلال وزارة النفط للمواطن ولمنتسب هذه الوزارة. حرصنا أن يكون تعاون مشترك ما بين محافظة البصرة والوزارة من أجل خدمة كل أهالي البصرة، وعلينا أنه مشروعنا اللي بدينا به قبل سنوات حتى من كان المعالي مدير عام أنه هذه الخدمة تكون بالتنسيق والتعاون ما بين الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظة وكوزارة المتمثلة بشركات هذه الوزارة، والآن الحمد لله معالي الوزير من أهل هذه المدينة. هذه الخدمة جزء أكبر منها اللي يحتاجه المواطن هو توفير المساحات لغرض أنه تكون هذه الأراضي بالمستقبل القريب مساكن تحفظ كرامة الإنسان. لذلك حرصنا أنه كثير من الأراضي في قضاء شط العرب استطعنا أن نوزعها لأهالي محافظة البصرة. قد يكون أنه هذا القضاء بدأ به توسع سكاني كبير وممكن أن يكون هو جزء من أحد أجزاء البصرة الجديدة اللي ممكن تفك الاختناقات. اليوم إحنا من أنشأنا جسر لغرض فك الاختناقات، الآن توسعنا راح يكون باتجاه آخر باتجاه قضاء أبو الخصيب. عندنا مساحة كبيرة في قضاء أبو الخصيب تبلغ 22,883 دونم، هذه كانت مملوكة إلى وزارة المالية، الآن سعينا حسب القانون 80 اللي هو صادر 1970 بتحويل هذه المساحة إلى البلديات، يعني بلدية أبو الخصيب وقد يكون تصل إلى بلدية السيبة من أجل التوسع السكاني. من خلال هذه المساحة خصصنا أرض لوزارة النفط، ما راح أقول أنا تفاصيلها، أترك الحديث للمعالي أن يبشر منتسبينا وأهله في محافظة البصرة. شكرا معك، تفضل. عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي من اليوم الأول لتسلم وزارة النفط كان هنالك تنسيق مثل ما تفضل جناب الشيخ،
تنسيق مع سيد محافظ البصرة حول تخصيص قطع أراضي إلى منتسبي القطاع النفطي في محافظة في هذه المحافظة. الحقيقة المنتسبي القطاع النفطي يقدمون خدمة كبيرة، وكما تعلمون بأن موارد الدولة الرئيسية هي تأتي من خلال وزارة النفط، ومما يعمله الجهود المباركة لهذه الشريحة العاملة في وزارة النفط. لذلك حرصنا كل الحرص على توفير قطع أراضي سكنية إن شاء الله لجميع المنتسبين. طبيعي لن يكون هذا التحرك للمنتسبين في محافظة البصرة فقط، وإنما سيلحق ذلك إن شاء الله تنسيق مع الأخوة المحافظين الآخرين في كافة محافظات العراق لتخصيص قطع أراضي إلى جميع المنتسبين. أملنا وإن شاء الله مشروعنا أنه كل منتسب يمتلك قطعة أرض ليتمكن من بناء مسكن لائق يليق بحياة الفرد العراقي إن شاء الله. فالسيد المحافظ حقيقة حصلنا الموافقة على توفير 8000 دونم، خصصنا 8000 دونم في قضاء أبو الخصيب. المنطقة هي المقاطعة 19 أراضي الصبخ رقم القطعة 2. هذه 8000 دونم بإمكان إفرازها إلى بحدود 40000 قطعة سكنية إن شاء الله، ونأمل بأن هذا العدد سوف يكفي جميع منتسبي القطاع النفطي في محافظة البصرة. وإن كان هنالك إذا لم يكفي هذا، فأنا متأكد بأنه جناب الشيخ إن شاء الله سوف نقول يكرمنا كثيرا بتخصيص أراضي إضافية إلى جميع المنتسبين إن شاء الله. واحنا هذا الحقيقه هذا هذا مثل ما نقول هذا مشروعنا الرئيسي او احد المشاريع الرئيسيه اللي انا تعهدت بها الى جميع منتسبي القطاع النفطي، انه نوفر قطع الاراضي السكنيه اللازمه لهدفهم ان شاء الله. نعم، مع الوزير. شكرا معالي. هنكمل على كيفك يا الباسيوث. حقيقه انا اشكر معالي الوزير اهتمامه بكل القطاعات المهمه في محافظه البصره. حرصنا حتى لا يكون الحديث تعرفون الإعلام أنتم موجودين حتى نوضح صورة للمواطن هسه البعض، حتى نكون كلش واضح قد يكون ليش فقط منتسبي النفط، لا مو فقط منتسبي النفط، هذه الأرض راح تكون 22000 قلنا و 883 دونم، بقية ما تبقى من هذه الأرض تعرفون راح يبقى بحدود 14883 ستخصص للشرائح الأخرى وتفرز وتوزع إن شاء الله لكل أهالي البصرة، وبالتنسيق العالي مع كل الدوائر، وحتى الكسب إن شاء الله سيخصص لهم. لذلك أنا أقول إن شاء الله نعمل سوية. هذا الموضوع هو دائما أنا نوه له، نقول التكامل ما بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية من أجل أن يكتمل البرنامج الحكومي اللي تسعى إلى الحكومة لتقديم خدمة للمواطن، باعتبار أنه هذه الحكومة أخذت الصبغة أن تكون حكومة خدمة وطنية لكل المواطنين. فشكرا جزيلا لكل من يسعى لأنه يخدم المواطن في هذا البلد. شكرا لكم. هسه إذا عندكم سؤال بس اختصر هذا السند حتى نقدمه للمعالي من خلالكم، أنه تفضل معالي هذا السند. بارك الله فيك. مبروك على صورة تذهب لقطاع النفط في محافظة البصرة. هل أفهم من كلامك أنه التوجه راح يكون على غرار عملك مع السيد محافظ البصرة؟ أراضي البيبان أنجزت حقيقة بعد تأخر دام 10 سنوات بالتعاون بين وزارة النفط والسيد المحافظ، وهاي الأراضي اليوم الجديدة، هل ممكن أن نرى تعاون مع المحافظين؟ هل أكو نية بصراحة لدعم وزارة النفط لتوفير أراضي لكل المحافظات لموظفي القطاع؟ نعم إن شاء الله، إحنا تنسيقنا راح يكون مستمر مع الأخوة المحافظين. أينما وجد منتسبي القطاع النفطي سيكون هنالك تنسيق بين الوزارة وبين المحافظ لتخصيص
اراضي ان كانت الى المنتسبين او لتخصيص اراضي للمنشآت النفطيه، اللي احنا حريصين كل الحرص على انه المنشآت النفطيه ايضا نوزعها في كل المحافظات، بهدف انه هذه المحافظات تستفاد من الخدمات الاجتماعيه اللي ممكن ان تقدمها وزاره النفط لتلك المناطق ان شاء الله. نعم، مع الوزير فؤاد الحلفي ورئيس الاي نيوز. حضرتك تكلمت عن تقديم الخدمات المنتسبة للشركات النفطية، لكن اليوم هناك تظاهرات في شركات المصافي تطالب بعدم تضمين الفقرة. تحدثت سابقا بأن سيكون مفاوضات، إلى أين وصلت هذه المفاوضات حول هذا الموضوع والمتظاهرين ما زالوا في بوابة الشركة؟ هنالك تفاهم بيننا وبين الحكومة الاتحادية في هذا الموضوع، وإن شاء الله تنحل هذه المشكلة. مع الوزير نستغل وجودك هنا طبعا، الكل يعلم الآن العراق والعالم يمر بأزمة شحة مياه. إذا تحدثنا عن العراق، يعني صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقرير مؤخرا لها أنه عمليات استخراجات النفط، كل استخراج برميل نفط يعادله 3 براميل من المياه. اليوم ما تعليقكم على موضوع شح المياه وخاصة الشركات النفطية المتواجدة في محافظة المصرف؟ يعني إحنا حريصين كل الحرص على عدم استخدام المياه مياه الأنهار في عمليات الحقن التي تدعم الضغوط المكمنية. لذلك اتفقنا مع شركة توتال لتصفية مياه البحر واستخدام هذه المياه لأغراض دعم الضغوط المكمنية إن شاء الله. وهذا المشروع طبيعي مشروع قديم هو، ولكن الحمد لله تمكننا من توقيع العقد مع شركة توتال في هذا المجال إن شاء الله. شكرا.